السلام عليكم شباب وحياكم الله ورجعنا لكم فيديو جديد. لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس. شباب لان الفرخات قبل تغريب يومين والله خربطن كلش، وهسه بنمس تقريب. اي والله لا بنمس لسه ما مطيهن اكل. سويت لهن هاي تمن، هذا التمن، تمن مسلوق ما حطينا عليه دهن، هذا ناجح يعني تنظيف الكبد هذا، وهذا مجرب وانتم هسه راح تشوفونه وتحكمون به. نقطع ونرجع وياكم. سبيهن قام يعبرن هناك، هو هم بيتنا ذاك بس مو زين هاي لطخ. وهسه شباب رجعنا وياكم ولسه بعدهن ما بالدنيات تتمن. خلينا نشوف. شباب هاي مجربة يعني مو شلون ما كان. الله شاهد. تنظيف الكبد هذه. ورجعنا لكم شباب والفرخات قام شوي شوي دنلنا. هسه خبزة هنا قاعد لعبن بيها، لعبن بيها لو ميتات من الجوع ولا قيلك لا وات. هاي سبنيت عندنا 2 4 6 8 9 لا فوق 1 10. يلا معودات تعالى شباب. هاي انصح كل واحد عنده فرخه يجربها وما خسران شيء. هسه قدامكم خلي ياكلن وتصوير اراوكم اياه، والحلقات القادمه هو ان شاء الله وشوفون بعيونكم شلون صحتها تصير زينه. والله يعني امس اني امس قررت اجيب هذا المعالج سيد حيدر الاغرابي، قلت اجيب لهنا يلقح لان حراماتي يتخربطن. يعني قبل هنا جايب والله وسقطن سقطه واحده، لاني طببت بيه مرضى وانتهى سالفتهم. يعني سهلنا مستغربات على الصبر، انا اول مرة هنا يطلعنا على الصبر فاجان. بس ما ياكلني ربه ما ياكل. خلني يطفني شوية بالقاع بركات الله. والله مصر واحد واحد نعتم كلش مرتب حلو، يعني شاهد الحافي ويل اللحية اللي جوه. لا واحد طلع ولا واحد نشره، واحنا اي حمامة نكمشها ننشرها. الله شاهد. اذا ما انشرها هنا بالقناة احطها بالجروب، عندنا جروب هنا بالمنطقة يجي راعي وغير الماء انشره. يعني ساعدنا هذا واحد مرتب لا باس، وهذا الثاني بعدين هيجي يوم هي 3 ايام نعزلها. وعدنا هذا اعزلها وترجع، ما اعرف مين تعبر ما ادري. وبعد عام عدنا واحدة تقعد جوا عام هذي، خلنا ناخذ لهناك. بعد احنا بهذا البرج ما عدنا، عدنا بس جوزة مفرخ هذا اللي منزل. وعلى هذا ما اولنا من الحني شباب. هذا الحني الكمش تصويره ما نزلته، يعني طير ستندر. انا عبد الفيديو مالته من حاط يمنا مصوره، والله لسه ما نزلته.
هلا ما صار عنده فراغه ولا زلكم العيون كل يتابعنا. ورجعنا لكم شباب والفرخات ذنيت ما يرضى نجين ما ادري شلون تاليها. يلا يا عيني هناك عندنا احنا فرخه بعد لان عندنا فرخات بس صحتها مو تمام. هذا واحد هاي اثنين من اثنين جوا من اثنين يعني عيونهم اللاعبة ومخربطات قاعد اعالج بيهم. وهذا التار وين هو ما اشوفه يا ولد ما عاد راعية مراعية. والله قال اجيك العصر الله يطخ اللطخة يا رب العالمين. شلون تاليتها ما ادري. يلا يا معودات هذا نام هذا مرتاحات. استغربن على الصبغ يعني. يلا شباب لهنا ولهنا المقطع. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل جديد. والله مستغربات في مال الله.